الإنجليزية هي لغة فارضة نفسها على الصعيد العالمي، هي لغة العلم، هي لغة الاقتصاد، هي لغة الطب، وبالتالي طال الانتظار. لكن الحمد لله أن وزارة التربية الوطنية استجابت لهذا المطلب الوطني. وكمديري مدارس ابتدائية، مدير المدرسة الابتدائية هو المسؤول عن جميع الأداءات، وبالتالي بما أن مادة الإنجليزية سوف تكون أداء من أداءات سوف يقوم بواجبه وأكثر. عم رسلت الوزارة من المديريات وأخبرتهم بأنه سوف تكون مادة الإنجليزية في الطور الابتدائي، كذلك أن الرزامة المسابقة التي ستعلن عنها وزارة التربية الوطنية فيها أستاذ مادة الإنجليزية في المدرسة الابتدائية، وأيضا إتماما لمشروع السيد رئيس الجمهورية وتصديقا للبرنامج الرئاسي، سوف يكون إن شاء الله هذا المشروع